صباح النور، صباح الخير، السلام عليكم. أخ عبد الله هذا معكم اليوم، يوم الخميس 12 جويي 2018. كما كنقول لكم هذه كنفيق ديما بكري، يعني كنبقى نفكر شي مسائل في الحياة ديالي ما عمرني عبرت عليها، و اليوم جابتها الفرصة باش غادي ندير لها فيديو. هذا كتعلق بالحياة ديالي أنا شخصيا، يعني شي مسائل اللي عشتها في الصغر، وغادي نختصر، لأن كل واحد فينا اللي هو داز في الصغر ديالو تعذب داك الشيء، عنده فيلم ما يدير. انا اختصر عليكم اليوم القصه ديالي انا، شي شويه ديال القصه ديالي، ومن خلال القصه ديال الوالد الله يرحمه اللي كان توفى، اللي كان انتحر في 78. القصه طويله ولكن غناخذ اختصار. الكاركتر ديال الوالد ما غاديش نفسر لكم الكاركتر ديال الوالد. الوالد عندي الله يرحمه، الله يمسي بخير، معروف بزاف، معروف 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 في الدار البيضاء. هاد الجيل ديال دابا ما كيعرفوش، ولكن هاد الجيل ديال دابا كون الى سولتو بواتكم الى بقاو في الحياه، ولا اللي عنده شي خال ولا عم اللي في العمر ديالو في 60 و65 و67 يسولوا على ابراهيم، كاين اللي كيعرف الوالد عندي انا باسم ابراهيم الكموري اللي هو كان في البحيره قديمه في باب كبير، اللي كان هو اللي كيترأس البحيره القديمه. والناس راه اللي شاف هذا الفيديو كاين اللي كيعرف الوالد، كاين الناس كيعرفوه في الدار البيضاء، في جميع الدار البيضاء، وكاين الناس ولاد البلاد ولاد الدار البيضاء اللي كيعرفوه راه باقي في الحياه، راه كيعرفوا اللي اسمه ابراهيم اللي كان كيترأس البحيره، اللي كان كيتكلم بالتروكار، واللي كان مسؤول بالحلاقي. باختصار اللي عنده ولدو عبد الله هو انا، وعنده مصطفى، وعنده ولادو من جهه مرت الوالد، كاينين هما خمسه، كاين عبد الهادي، كاين امينه، كاين مريم، كاين فاطمه، عبد الهادي، مريم، فاطمه، امينه، شكون اللي نسيت؟ محمد. نسيت واحد. محمد خويا الصغير. اسم محمد. يا وكاين انا وكاين مصطفى، هذا من جهه مرت الوالد. ما خوتي من جهه الوالده هادو، كاين انا وكاين مصطفى من جهه الوالده، وكاين شكون اللي تابعنا، كاين نجاة، كاين عائشه، كاين سعيد الله يرحمه توفى، كاين الزهره، كاين ميلودا، وكاين عبد الحق، ورشيد من جهة الوالدة، وعاد اللي توفى الله يرحمه، الله يرحم جميع أمواتي محمد، ويرحم والديكم ويرحم والدينا تاعنا. على كل حال القصة طويلة، غادي نختصر. هذا الفيديو بيرسونيل، علاش درت هذا الفيديو؟ الظروف هذه، شكون اللي كيدبر راسو يعيش غدا؟ وانا بغيت هاد الفيديو نديرو يبقى باش بعض الناس، بالاخص خوتي اللي ما تيعرفوش اش وقع، وخصهم يعرفوا، بحقهم يعرفوا، ما يبقاش غير عايشين في الغموض، لان اللي كيعرف ما قايل لهم والو، داك المسؤول اللي كيعرف ما قايل لهم والو. دابا انا غادي نقول لكم شنو وقع. السبب ديال الوالد الله يرحمه حتى انتحر في 1978. الناس اللي هما كانوا تما في لاكورنيش، اللي كانوا قاعدين في الصخر، راه يمكن باقي في الحياه، اللي شافوه هما اللي عيطوا للبوليس وداكشي. المهم الوالد الله يرحمه، خلينا نحبس في هاد الطريف ديال الفيديو باش ما نطولش، ندير الفيديو كبير. راه كما قلت لكم قبل، كدير فيديو كبير كيكون صعيب باش تابلودد في اسمو. انا نجيكم القصه، بقوا معايا.
باختصار في عهد انا الوالد الله يرحمه كان داني صغير الخيريه، كان داني صغير انا على ما كتقول الوالده عندي انا الله يذكرها بخير تتقول داني ولد عامين وانا باقي كنعقل، ملي كنهزني على كتفو باقي انا كنعقل، باقي واحد التصويره اللي ما عمرها تنسات ليا، تصوروا انا عندي عامين وكنعقل على امي تابعه في الحي المحمدي، تابعه من وراه وكتغوت وكتجري في الزنقه، هو خاطفني ليها وداني وطلعني في الطوبيس، باقي كنعقل ودخلني الخيرية، داني الخيرية عين شوق، وعلى ما قالت الوالد زاد لي عامين في السن ديالي باش يقبلوني، لان ما يقبلوكش ولد عامين، خصهم يقبلوك على ولد 4 سنين. باقي كنعقل انا، حطني مع الحضانه، مع البنات، داوني في الحضانه مع البنات وكيسولوني شنو سميتي، باقي كنعقل وانا مشوكي، انا دري صغير ولد عامين وانا مشوكي وما مقدرش نجاوب، باقي كنعقل على هادشي كنقول لكم، باقي كنعقل. ومن بعد مسكينه الوالده جات تشوفني، وكنت كنقول لها انا سيري باش ما يظلمش عليك الحال، سيري راه غيطلع، كنت خايف عليها هادشي. انا ولد عامين، كبرت انا في خيريه، و 1969 انا خرجت من القسم ديال الشهاده، كنت كنقرا مزيان، كنت كنطير، ديما كنجي بروميا ولا دوزيام، كان عبد الله الحسن الله يذكره بخير ولا الله يرحمه، ما عرفت هذا السيد، كان واحد عبد الله الحسن، كان واحد الدري ذكي بزاف ما كيهضرش، حنا كاع كنلعبوا كره ونضربوا، واش ما كتشوف هذاك عبد الله الحسن كيدور مسكين ما كيهضرش، وهذاك الدري سبحان الله العظيم شي ذكاء عطاه الله، ملي تيكون في القسم ما كيهضرش، وسال استاذ كيطرح شي سؤال ما تيهز صبعو، وحتى كيجي الاستاذ يقول لي انت عاد كيجاوب ديما كيجاوب، ما عرفت انا هذاك الانسان كيفاش كان كيقرا. باختصار هذه قصه ماشي ديال عبد الله حسن، انا عا كنحط هذه في القصه ديالي، لان مهم نحط هذا السيد مسكين، هو الدري الله يذكره بخير ولا الله يرحمه، ما عرفتش انا المستوى ديالو، هذا الدري الذكاء عطاه الله استنجيني. المهم انا اللي كنجي دوزيام تابعو، وبعد خير كنجي بروميان، ولكن هو كان كيجي متوسط الاول، كان كيجي ديما الاول. على كل حال وانا كنت كما قلت لكم كنت واعر في كره، في هذاك لاج كنت واعر في كره، واعر دوز الخيريه 1969 غادي ندوزو الشهاده، عطاونا لي كارت روج، هذو اللي عيطوا عندنا في الاقسام، عطاونا ورق حمرين قال لكم نتوما غادي تدوزوا في انقره، في مدرسه انقره في درب السلطان، وانتم اللي غادوزوا في مدرسه انقره سواء نجحتوا ولا سقطتوا ما غترجعوش للخيريه. هادشي اللي حولنا، هادشي في دماغنا، حنا. انا ملي دوزت في انقره دوزت انا في القسم، ساليت انا الاول الورقه ديالي ولا احتجت، لان كنشوف راسي انا ما صافي ما راجعش، نبدا نفكر عمرت الورقه وزدت، جاوت على داكشي دغيا ونحت الورقه وخرجت هوت للدار. المهم ملي هوت للدار لقيت الوالد انا الله يرحمه مسكين مشدود، لقيتو مشدود، لقيت عمرت الوالد، كاين اختي امينه وكاينه فاطمه، سي محمد خويا انا مازال ما تزادش هذيك الساعه، مازال ما تزادش وما عرفتش مريم واش زادت، حتى مريم ما زيداش وقيله، ما كنظنش مريم زايده، وعبد الهادي، يمكن عبد الهادي زايد والله ما عقلت. المهم 1969 هما راه راجعوا لاضات ديالهم واش زادوا انا ما فهمتش. ايوا جيت لقيت الوالد الله يرحمه مشدود، مشدينو ضاربينو بعامين. القصة علاش ضاربينو بعامين؟ 1969 كانت هاد الدولة ديال المافيا، اللي كانت عندنا، دارو خداو قرار باش يحيدو البحيرة القديمة من باب كبير، ويحيدو الباب كبير، كانوا الطوبيسات تما، كان زينة الدنيا، كان درب سبليون، كانت سينما لابولو، كانت سينما فوكس،
كانت البحيرة، كانت الحياة، كانت الحياة زوينة، كانت واحد الحياة زوينة. كانوا اليهود، كانوا الصبريون. البحيرة القديمة كانت كبيرة، البحيرة القديمة كانت شادة من السباط حتى الضرب في كاين الفندق ديال طنجرت، ولا فين حطوا داك المارشي دابا، داك السوق اللي فيه دابا سيليكان اللي جا على الجوتيه، كانت البحيرة شادة تل تما من الصماط، من الصماط، من جيت المكانة دابا فين بنو المكانة شادة حتى اسمه هذا الطول ديالها والعرض ديالها شاد من دخل العرض ديالها، دخل عليه الملاح وزيد عليه البلاصة ديال الأوتيل. البلاصة ديال الأوتيل كانوا الطوبيسات، كانت محطة ديال الطوبيسات، ما كانت هذيك الفقسة وهذيك ما كانتش. ايوا اش وقع؟ هاد الغوفرنومو، هاد المخزن ديال المافيا هذاك الوقت قرروا باش يحيدوا البحيرة ويحيدوا يبدلوا باش داكشي كل شو، داك التغيير اللي داروا اللي كتشوفوا دابا، داك التغيير كاع، داكشي اللي كاع، داك الباب كبير، داكشي كله على قبل هذاك الاوتيل، على قبل هذاك الاوتيل. وهذاك الاوتيل كان السميه ديالو كازا بلانكا اوتيل، ما كانش حياة ريجنسي قبل، كانت كازا بلانكا. وهما شفارات المافيا دايرين اليد ديالهم مع شكون هو هذاك اللي جا من الميريكان، ولا شكون هو اللي فينونسي عنده الفلوس، تشاركوا معاه، داروا مع بارتاج باش حطوا هذاك الاوتيل تما. وشوف هذاك الاوتيل علاش خرج عليه عدد ديال الناس، ومن جملتهم الناس ديال البحيره،